السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة منى حسين، قسم الميكروبيولوجي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على السكين انفكشنز. المحاضرة دي هتكون على الجزء الأول وهي البكتيريال سكين انفكشنز. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم على السورسز تايبس اند ايتيولوجيز اوف سكين اند ووند انفكشنز. هناخد فكرة برضو على الـ pathogenesis of the common etiologic agents of bacterial skin infections، وطبعا هنتكلم على laboratory diagnosis of the common skin infections، وهناخد فكرة سريعة على الـ acne vulgaris. أول حاجة هنتكلم على الـ sources of microbial skin diseases. إزاي البكتيريا أو الأورجانيزم الإنفكتينج أورجانيزم يوصل للسكين، يا إما يكون عن طريق breach or cut in the intact skin which allows الأورجانيزم إنه يوصل للسكين from outside، أو إن السكين ديزيز ده يكون a manifestation of systemic infection. وفي الحالة دي الأورجانيزم يوصل للسكين عن طريق يا إما يكون hematogenous spread from the infected focus or direct extension، زي مثلا في حالة الأكتينوميكوتيك ليجنز اللي قلنا بتعمل draining sinuses وبتفتح في السكين. تالت فورم من السكين ديزيزز انه يكون توكسين mediated skin damage due to production of microbial toxin at another site in the body. الأورجانيزم اللي أو بيبقى mainly البكتيريا بتطلع توكسين وهي موجودة في any other site in the body، والتوكسين ده بيوصل للسكين ويدي المانيفستيشن على السكين. أول جروب من البكتيريال infections، bacterial skin infections اللي هي due to direct skin entry. الجدول اللي قدامنا ده بيجمع لي ال most common infections caused by direct microbial skin entry from outside، وده متقسم accordingly ال skin structure involved في الانفكشن. يعني مثلا ال stratum corneum ده affected ب disease اسمه أو infection اسمها tinea versicolor، ال cause بتاعها نوع من الفنجاي اسمها الملاسيزيا فيرفر. الكيراتينيزد epithelium بيبقى الانفكشن اللي فيه اسمها رينج وورم، ودي بتبقى caused by dermatophytes، وممكن تبقى برضو الكيراتينيزد epithelium يبقى affected بالكانديدا. دول انواع من الفنجاي. الابيديرمز بيبقى في ديزيز اسمه الامبتايجو ده caused by strept pyogens او staph aureus. الهير فوليكلز ممكن يحصل لها فوليكولايتس او بويلز او كاربونكلز، ودي caused by staph aureus. السيباشيوس اند سويت جلاندز ممكن تبقى affected بالاكني فالجاريس، وده الاورجانيزم اللي هو responsible اسمه البروبيوني بكتيريوم اكنيز. الديرمز السكين لاير اللي هي الديرمز بتبقى affected بالسيلولايتس، ده caused by Streptococcus pyogens أو staph aureus. كل ال diseases دي أو ال infections دي هنتكلم عليها بالتفصيل سواء في المحاضرة دي اللي هو الجزء البكتيريال أو الجزء الفنجال في المحاضرة اللي هي الجزء الثاني من محاضرة ال skin infections، هنتكلم عليهم بالتفصيل. زي ما قلنا المحاضرة دي mainly على البكتيريال skin infections، فهنتكلم على the following bacterial infections اللي بتشمل ال purulent skin infections، ال impetigo، ال erysipelas and cellulites، ال wound infections، ال malignant pustule، acne vulgaris، وال leprosy and Lyme diseases. زي ما شفنا في الجدول اللي فات ان ال most common bacterial causes of skin infections هي ال staph aureus وال strept pyogens، فاحنا هنتكلم in short بسرعة كده على ال variolence، ال most important variolence factors لل staph aureus
وللـ Strept pyogens. أول حاجة الـ Variance Factors of Staph aureus. أول حاجة فيهم اللي هي الـ Adhesins. دي البروتينز الموجودة on the surface of the organism اللي هي responsible عن الadsorption والadherence of the organism للextracellular matrix proteins. تاني حاجة البروتين A. البروتين A ده بيمسك في ال Fc portion of immunoglobulin G at the complement binding site. So it prevents the complement activation and opsonization and phagocytosis of the organism. برضو الكواجولاز ده ليه important role إن هو بيحول الفيبرينوجين into fibrin. والفيبرين products دي بيحصل لها deposition على الorganism. فبتعمل evasion للhost defenses لما تيجي الفاجوسايتس attack الorganism تلاقي الفيبرين اللي هو self protein موجود على من بره على الأورجانيزم فما تتعرفش على الأورجانيزم وما تكسروش. تمام. كمان الكواجيليز ليه رول في ال spread والinvasion of the organism. الكاتاليز انزيم برضو مهم في انه بيحول الهيدروجين بيروكسيد into oxygen water. الهيدروجين بيروكسيد ده من الـ important products بتاعت الفاجوسايتس اللي هي بتعمل killing للبكتيريال cells. طبعا برضو الكابسولار بوليساكرايدز انتوا عارفين ان هي antiphagocytic اساسا, فكل دول من الفاكتورز اللي بتعمل evasion للhost defenses. برضو في عندنا several enzymes and cytolytic exotoxins زي collagenase والstreptokinase والhyaluronidase والDNAs and cytolytic exotoxins زي ما قلنا دول ليهم major role في invasion by degrading the extracellular matrix. كمان cytolytic exotoxins ممكن تعمل marked tissue necrosis and hemolysis. تاني organism قلنا هنتكلم على variance factors بتاعته اللي هو strept pyogens. أول حاجة من ال important variance factors لل strept pyogens هي الفيمبريا أو البيلاي, ودي زي ما قلنا دي مسؤولة عن adherence of the organism to the mucosal surfaces. ال M protein ده بقى ال most important variance factor of strept pyogens, وده مسؤول عن resistance to phagocytosis, بالإضافة طبعا إلى أنه ليه رول في الadherence. الهايلورونيك أسيد كبسول, إحنا قلنا أي كبسول للأورجانيزم بتبقى antiphagocytic, بالإضافة كمان إلى أن هنا الهايلورونيك أسيد ده similar للتشو الهيالورونيك أسيد أو الـ connective tissue الموجود في الهوست, فهو بيعمل زي برضو evasion للـ immune response إن هو بتبقى very similar للـ tissues فبتبقى non-immunogenic. C5A protease ده الإنزيم اللي هو بيكسر الـ C5A, so it طبعا بيعمل inactivation للcomplement والneutrophil response, بالإضافة للtissue degrading enzymes برضو زي الDNAs والhyaluronidase والleukocytes والleukotoxins, كل دي حاجات بتعمل evasion بتعمل بتكسر التissue في الhost وتساعد على الinvasion of the organism. أول نوع من الـ Bacterial Skin Infections اللي هي الـ Purulent Skin Infections, ودي بتشمل كذا نوع خدتوهم قبل كده في الباثولوجي هنتكلم عليهم سريعا. الـ Folliculites اللي هو الـ Inflammation of Individual Hair Follicle. الـ Fronchial أو الـ Boil بيبقى عبارة عن Localized Perifollicular
infection with central suppuration. الكربونكل بيبقوا two or more coalescing frunkles, لكن بيبقوا ليهم separate heads on the surface. ودول usually بتبقى involving deeper layers of the skin and subcutaneous tissues. كمان ال perineal skin infections بتشمل ال abscess which is a collection of pus within the dermis with deeper skin layers, وده بيبقى painful, tender and fluctuant. Typically, the most common cause of these purulent skin infections هي الـ Staph aureus. تمام؟ تاني نوع من الـ Bacterial skin infections هي الـ Impetigo. دي عبارة عن small fluid-filled vesicles زي ما انتو شايفين. ممكن بعد كده تتحول لـ Pus-filled blisters. بعد كده الليجنز يحصل لها dryness وتكون لي golden yellow crusts, تعمل قشرة اللي هي زي ما تشوفين لونها كده golden yellow على surface بتاعها. من risk factors ال warm weather وال poor hygiene, وال most important bacterial causes هنا ال strep pyogens هي number one ومعها ال staph aureus. في نوع تاني من الامبتايجو بنسميه البولس امبتايجو. ده بيبقى عبارة عن large vesicles أو بنسميها البولة containing clear yellow fluid. ده بيبقى mainly caused by الاكسفولياتين أو الاكسفولياتين toxin of staph aureus. يبقى الامبتايجو العادي ده caused mainly by strept pyogens, لكن لما نقول bolus impetigo يبقى staph aureus, لأن بيبقى المين cause فيه هو الاكسفولياتين toxin of staph aureus. Severe form بقى of bolus impetigo بنسميها staphylococcal scalded skin syndrome. ده بيبقى فيه fever و skin tenderness و exfoliation all over the body. زي ما انتم شايفين في الصورة بيبقى في كل الجسم وواخد مساحات كبيرة من الجسم, بيحصل زي تقشير كده من البولس دي تتفتح ويحصل تقشير للجلد, بنسميها staphylococcal scalded skin syndrome نتيجة الاكسفوليشن بالاكسفوليتين toxin of staph aureus. Another type of bacterial skin infections is erysipelas and cellulitis. Erysipelas is a superficial infection affecting upper layers of the skin, وبتبقى caused mainly by strep pyogens. أما cellulitis فدي بتبقى affecting deeper tissues of the skin, وبتبقى caused mainly by strep pyogens and staph aureus. They can occur after a scratch, insect bite, injection أو trauma. أي حاجة بسيطة من دي ممكن تبقى السبب في إن الستريب تبقى invading the tissues وتبدأ to spread وتعمل المنظر الانفكشن دي. Clinically أهم حاجة فيهم زي ما انتوا شايفين الأريثيما, الاحمرار الجامد قوي ده, ومعها إديمة, warmth and tenderness. هنتكلم دلوقتي على laboratory diagnosis of staph aureus and strep pyogens. ان هم دول كانوا زي ما قلنا most common causes للbacterial skin infections اللي اتكلمنا عليها لغاية دلوقتي. السامبل بتاعتنا زي ما انتوا عارفين في الـ Laboratory Diagnosis أول حاجة وأهم حاجة أبقى عارف إيه السامبل اللي هاخدها according to the site of infection. ممكن تبقى blood لو هي حاجة hematogenous أو حاجة spreading يعني,
ممكن اخد pus aspiration لو هو closed lesion زي abscess مقفول او كده، مش عامل اي pointing، فهاخد منه عن طريق الاسبيريشن. او لو هو بقى open lesion الباس طالع بره وانا شايفاه، يبقى هاخد سواب واخد من الاوبن ليجن المفتوحه دي واخد جزء من الباس اللي طالع. ممكن احتاج اخد بايوبسي زي في حاله مثلا السيلولايتس لو الدنيا مقفوله ومش باين ايه الكوز اوف ذا انفكشن. بنعمل ستيننج، هنبص نلاقي انه الاورجانيزم اللي قدامنا جرام بوزيتيف كوكاي. الارانجمنت بتاعه يفرق من الستاف عن الستريبت طبعا زي ما احنا عارفين. لو هي الجرام بوزيتيف كوكاي ارانجد ان كلاسترز يبقى دي الستاف اوريس، لو هي ارانجد ان تشينز يبقى دي الستريبت بايوجينز. بعد كده هنعمل كلتشر على البلاد اجار، هنلاقي ان الاثنين سواء الستاف اوريس او الستريبت بايوجينز اللي هي الجروب بي ستريبت كوكاي دول بيبقوا بيعملوا بيتا هيموليسيس. بيتا هيموليسيس اللي هي زي ما بنشوفوا زي ما انتم شايفين في الفيجر اللي قدامنا اللي هي الكومبليت هيموليسيس، تعمل كومبليت ديستركشن للار بي سيز الموجوده، فبتديك كلير زون حوالين الاورجانيزم. لو انا رفعت الطبق كده في الضوء هتلاقي المنطقه اللي حوالين الكولونيز اللي طالعه شفافه نتيجة الـ complete hemolysis اللي حصلت للـ RBCs الموجودة في الـ blood agar. بعد الـ culture على الـ blood agar زي ما شفنا ده مش بيعمل differentiation between staph aureus والـ strept pyogens، محتاجين كلتشر على السلكتيف ميديا زي المانيتول سولت اجار، ده سلكتيف للستافيلوكوكاي. لما بزرع الستاف على المانيتول سولت لو هي ستاف اوريس هتديني يلو كولونيز اون ا يلو زون نتيجة الستاف اوريس بتعمل فرمنتيشن للمانيتول الموجود في الميديا وبتطلع acid which change the color of the indicator الموجود في الميديا، فبيغير لي اللون من اللون البينك للون اليلو، فالكولونيز اللي هتطلع هيبقى لونها يلو والجزء من الميديا اللي تحت الكولونيز هيبقى برضو لونه يلو. لو هي coagulase negative staph اللي هي زي ما قلنا زمان كانوا بيسموها non-pathogenic staph، دي بتدي pink colonies on a pink media لان هي ما بتعملش fermentation للمانيتول، فبيفضل لون الميديا زي ما هو والcolonies اللي تطلع يبقى لونها pink والميديا اللي تحتيها لونها pink برضو. يبقى لو هي اتحولت ل yellow، لو هي ظهرت as a yellow colonies on a yellow zone يبقى دي staph aureus، لو ظهرت as a pink colonies on a pink media يبقى دي coagulase negative staph. ال biochemical reactions اللي ممكن نعملها to confirm ال diagnosis بتاعنا، عندي ال catalase test وال coagulase test. ال catalase ده بيفرق لي بين ال staphylococci وال streptococci. الكاتاليز تيست زي ما قلنا الكاتاليز انزيم ده بيكسر الهيدروجين بيروكسيد يحوله لأكسجين and water، فالستاف اوريس او الستافيلوكوكاي ان جنرال بتطلع الكاتاليز انزيم، فلما تيجي تحط عليها الهيدروجين بيروكسيد نقطة من الهيدروجين بيروكسيد على سلايد وبعدين تجيب فيو كولونيز من الطبق وتحطها على الهيدروجين بيروكسيد ده وتدوبهم فيها هتلاقي immediately بتظهر البابلز دي. لو ظهرت البابلز يبقى ده positive catalase test يبقى دي staphylococci. لو هي negative لما دوبت الكولونيز في الهيدروجين بيروكسيد ما ظهرتش اي بابلز يبقى دي negative catalase، يبقى ده mostly streptococci.
الكواجيليز تيست ده اللي هو بيفرق بين النوعين، نوعين من الستافيلوكوكاي، قلنا في الستاف اوريس وفي الكواجيليز نيجاتيف ستاف اللي هي زي ما قلنا زمان كانوا بيسموها نون باثوجينيك زي الستاف ابيدرميتس. الستافيلوكوكس اوريس دي بتطلع الكواجيليز انزيم، وزي ما شرحنا من شويه ان ده one of the most important virulence factors بتاعه الستاف اوريس، اللي هو بيحول الكواجيليز انزيم بيحول ال fibrinogen into fibrin، تمام، فبيعمل coagulation للبلازما. فانا بجيب الانبوبتين زي ما انتم شايفين وبحط فيهم البلازما ستريتد بلازما وبحط عليها الاورجانيزم واسيبه اعمله انكيوبيشن في الحضانه. لو هو ستاف اوريس هيطلع الكواجيليز انزيم ويعمل كواجيليشن للبلازما فتبقى سوليديفايد كده شويه، لكن لو هي الستاف ابيدرميدس او اللي هي الكواجيليز نيجاتيف ستاف مش هتطلع الكواجيليز وهتفضل البلازما ليكويد زي ما هي في الانبوبه اللي فوق زي ما انتم شايفين. يبقى لو فضلت ليكويد يبقى ده نيجاتيف كواجيليز تيست، لو حصل لها سوليديفيكيشن يبقى دي بوزيتيف كواجيليز تيست، يبقى دي الستاف اوريس. هنتكلم دلوقتي باختصار عن الأكني فالجاريس اللي هو حب الشباب زي ما انتوا عارفين. بكتيريا called بروبيوني بكتيريوم أكنيس دي عبارة عن gram positive anaerobic bacilli، ودي one of the major microbiota of the pilosebaceous units. It's not the cause of acne vulgaris، لكن هي ليها significant contributing factor في ال inflammation stage اللي بتحصل أثناء ال disease أو contributing to the disease and acne formation. لو اتكلمنا ببساطة كده إيه اللي بيحصل أو ال pathogenesis of acne vulgaris، إن أثناء مرحلة البيوبرتي أو اللي هي البلوغ بيبقى في excess androgen which leads to increased sebum production along with follicular hyperkeratinization. فكل ده بيؤدي إلى accumulation of the dead cells والsebum في ال pilosebaceous unit، فيؤدي إلى plugging of the hair follicle، تمام. ده بيخلي بقى البكتيريا اللي هي normal flora موجودة أو normal microbiota موجودة في البيلوسبيشيس unit إن هي to grow، لأن أنت كده وفرت لها الأنيروبيك conditions اللي هي عايزاها، فتبدأ to grow وproliferate وتبدأ to aid في الانفلاميشن، تمام. ممكن تعمل كمان rupture للهير الفوليكولار كانال وتعمل inflammation بقى outside، ويبدأ كل ده يعني في المراحل بتاعت أو الستيجز بتاعت الديزيز اللي هو الأكني فالجاريس. فهي contributing factor لكن هي مش هي السبب الرئيسي في الأكني فالجاريس. لكن طبعا برضو علشان اعمل يعني elimination للأكني فالجاريس محتاج ان انا برضو اعمل elimination للبكتيريا دي او يعني continuous clearance ليها علشان اقلل من الباثوجينيسيس بتاعتها والانفلاميشن اللي بيحصل نتيجة وجودها في الديزيز ده. Another type of bacterial skin infections اللي هي ال wound infections. ال wound زي ما انتوا عارفين ممكن يبقى معرض اللي هو أي abrasion بيحصل فيه أو أي cut بيحصل في ال skin معرض طبعا إنه يحصل له infection from outside، أو ممكن توصل له برضو البكتيريا زي ما قلنا hematogenously from inside أو from another infectious focus في ال body.
ال most important causative bacterial agents المسؤولة عن ال wound infections ال staph aureus و mainly ال MRSA اللي هي ال methicillin resistant staph aureus ال streptopyogens Pseudomonas aeruginosa especially في الحالات ال burns بيبقى ليها رول كبير جدا. ممكن برضو النورمال سكين فلورا نفسهم زي الكواجيليز نيجاتيف ستافيلوكوكاي تبقى هي ال source of wound infection. برضو الانيروبيك بكتيريا زي الكولستريديا ممكن تبقى من ال causes of wound infections. هنتكلم على سودومونس ايروجينوزا شوية بالتفصيل نظرا لأهميتها زي ما قلنا في ال wound infections وإن هي مشهورة بإنها highly resistant لل antibiotics فمحتاجين نعرف ال important virulence factors بتاعة السودومونس ايروجينوزا. من أهم ال virulence factors البلاي اللي هي قلنا طبعا مسؤولة عن ال adherence of the organism. الإلاستيز والألكالين بروتياز دول من الإنزيمز اللي هي ليها رول في الإنفاجن والديجريديشن of the host tissues. اللايبوبوليساكارايدز اللي هي الإندوتوكسين. انتو زي ما انتو عارفين السودومونس إيروجينوزا is a gram negative bacilli. الإكزوبوليساكارايد سلايم دي مسؤولة عن البيوفيلم فورميشن. بتعمل البايوفيلم بتكون الماتريكس بتاعت البايوفيلم فتبقى البكتيريا embedded في البايوفيلم وبالتالي بتبقى protected عن الفاجوسايتوزيس وفي نفس الوقت بتبقى resistant للانتيبيوتكس نتيجة ان مش كل الانتيبيوتكس معظم الانتيبيوتكس ما بتقدرش to penetrate الاكزوبوليساكرايد ماتريكس دي اللي الأورجانيزم موجود فيها اللي هي بتاعت البايوفيلم فده من الفاكتورز المسؤولة عن الـ High Antibiotic Resistance المشهورة بها الـ Pseudomonas aeruginosa. الـ Exoenzyme S ده Antiphagocytic. الـ Exotoxin A ده بيعمل Inhibition of Protein Synthesis. الـ Pyocyanin ده نوع من الـ Pigments بتطلعها Exopigments بتطلعها Pseudomonas اللي بتديها الـ Bluish Green Coloration بتاع الـ Colonies. وبتبقى spreading زي ما قلنا دي exopigment بتبقى spreading في الميديا حواليها أو في الـ tissues حواليها. البيوسينين مش بس pigment ده برضو لي pathogenic role ومن الـ major virulence factors of pseudomonas إن هو بيزود الـ toxic oxygen radicals فبيؤدي إلى الـ tissue damage and impairment of the ciliary functions. تمام يبقى مهم جدا نبقى عارفين الـ virulence factors بتاعة الـ Pseudomonas aeruginosa وكل واحد فيهم يعني الـ important mechanism بتاعته بتكون ايه. لما نيجي نعمل laboratory diagnosis لـ Pseudomonas aeruginosa طبعا clinically زي ما قلنا من الحاجات المهمة اللي تخليك تفكر في Pseudomonas as a source as a causative agent of this infection ال greenish discharge لما تلاقي الباس لونه green مدي على green جامد وليه unpleasant odor ريحته صعبة جدا يعني offensive odor فظيعة بقى دي من الحاجات اللي تلفت انتباهك على طول ان دي mostly هتكون Pseudomonas. لما ابدأ بقى laboratory طبعا هناخد السامبل هتكون البص. البص زي ما قلنا بيبقى greenish وليه fruity odor ريحة كده زي الابل او اللي هو fermented apple odor دي. الستيننج لما هعمل gram stain هلاقيها gram negative rods زي ما قلنا ملهاش distribution محدد. الكلتشر بنزرع على المكونكي اجار هتلاقيها pale colonies on a pale yellow zone إن هي non-lactose fermenter مش بتعمل fermentation للاكتوز فبتدينا pale yellow colonies
تلاقيها كمان يعني متضايقة على جرينش شوية من الاكزو بيجمنت اللي موجودة فيها. لما نزرعها عشان نتأكد بنزرعها عن نيوترنت أجار، فبنشوف الجرينش اكزو بيجمنت، بتلاقي الكورونيز لونها جرينش والاكزو بيجمنت اللي هي جرينش spreading في الميديا حتى في المناطق اللي هي مش فيها الكولونيز، لان احنا زي ما قلنا دي اكزو بيجمنت مش اندو بيجمنت. اكزو يعني بتنتشر، بيحصل لها ديفيوجن في الميديا بعيد عن الكولونيز. لما اجي اعمل لها بايوكيميكال رياكشنز بنزرع على تي اس اي اللي هو تريبل شوجر ايرون، هي زي ما قلنا ما بتعملش فيرمنتيشن للشوجرز، فهتديني ريد بات اند ريد سلانت، الكالين كله الكالين، ما فيش اي اسيد فورميشن لانها ما عملتش اي فيرمنتيشن للشوجرز. اخر حاجه الاوكسيدايز تيست، هي اوكسيدايز بوزيتيف، وده فيري امبورتنت تيست يفرقني او يديني كونفيرميشن للسودوموناس. الاوكسيدايز تيست بيجيب الاوكسيدايز ديسكس وبحط عليها كولوني من السودوموناس، اول ما بتحطها على الاوكسيدايز ديسك على طول بيديك within seconds على طول يظهر الديب بيربل كولر، ده بيأكد لي ان دي اوكسيدايز بوزيتيف، يبقى دي السودوموناس. another type of bacterial skin diseases is leprosy اللي هو مرض الجذام، which also called Hansen's disease according to the name of the scientists. Leprosy is caused by Mycobacterium leprae, which is an acid-fast bacilli with lipid-rich cell wall. دي من نفس الفاميلي من of the Mycobacterium زي Mycobacterium tuberculosis، تمام؟ في Mycobacterium tuberculosis و Mycobacterium leprae. الimportant character بتاعت المايكوبكتيريوم لابري ان هي cannot be grown in artificial media ولا حتى على التيشو كالتشر، ما نقدرش نزرعها ولا على الارتفيشال الاطباق الميديا اللي عندنا في المعامل دي ولا حتى في التيشو كالتشر. اوكي، transmission of this disease through direct contact and aerosol inhalation of the nasal secretion، وده طبعا بيحصل في ال overcrowded places and with poor hygiene. فعشان يحصل transmission للinfection لازم يبقى في prolonged close contact with an infected individual، يعني مش مجرد ان انت سلمت عليه مرة وخلاص او كنت قريب منه في حتة، لا لازم يبقى prolonged close contact عشان يحصل ال infection. The pathogenesis أو types بتاعة leprosy بتعتمد على host response. ففي عندي نوعين، يا إما يكون tuberculoid leprosy or lepromatous leprosy. لما نشوف الجدول ده بيعملي مقارنة بين الاثنين في different factors. أول حاجة cell-mediated immunity. cell-mediated immunity في tuberculoid leprosy بتبقى very strong، لكن في lepromatous leprosy بتبقى weak. immunoglobulin levels في tuberculoid بتبقى with normal، لكن في lepromatous بيبقى في عندي hyper gamma globulinemia، يعني immunoglobulin levels عالي جدا. lepromine test أو lepromine skin test بيبقى positive في التوبركلويد leprosy لأن عندي cell mediated immunity strong، تمام؟ في حين أنه بيبقى negative في lepromatous leprosy لأن cell mediated immunity بتبقى weak. انت عارفين lepromine skin test ده نوع من hypersensitivity reactions زي التوبركلين test، تمام؟ اللي هو type 4 hypersensitivity، فبيعتمد mainly على cell mediated immunity، تمام؟ لما تبقى strong يبقى lepromine test positive، لما تبقى weak يبقى lepromine test negative. الorganism number in tissues في حالة tuberculoid leprosy بيبقى low وبنسميها posy bacillary، في حالة lepromatous leprosy بيبقى high وبنسميها multi bacillary.
طبعا هنا برضو عشان يعني نربط الحاجات مع بعض low، لان طبعا في cell mediated immunity strong، فبتعمل بتهاجم الاورجانيزم وتقلل العدد بتاعه، تمام. لكن هنا weak cell mediated immunity، فطبعا الاورجانيزم واخد راحته وبلوريفليتنج في التيشوز ومفيش اي restriction للنمبرز بتاعته. الانفكتيفيتي طبعا في التوبركلويد ليبرسي هتبقى low، لان برضو النمبر اوف اورجانيزم الموجود في التيشوز قليل، فبالتالي الانفكتيفيتي هتبقى ضعيفه. في اللابراميتس هتبقى هاي انفكتيفيتي طبعا، لانه اصلا التيشوز مليانه اورجانيزمز. الدمج من الدمج اللي بيحصل في التوبركلويد ليبرسي بيبقى مينلي من السيل ميديتد اميونيتي، لانها زي ما قلنا هي بتعمل كيلينج الانفكتد سيلز وبتعمل جرانيلوما فورميشن. لكن في حالة اللابراميتاس ليبروسي بيبقى من الـ high number of intracellular organisms، هي دي السبب في الدمج اللي بيحصل، تمام. يبقى الدمج اللي بيحصل في التوبركلويد ليبروسي ده نتيجة الـ strong cell mediated immunity اللي بتعمل killing للـ infected cells، فبيحصل subsequently انها بتتحول لجرانيلوما formation. في حالة اللابراميتاس ليبروسي بيبقى عندي high number من الـ intracellular organisms، وهي دي السبب في الـ damage اللي بيحصل والـ skin lesions أو الـ lesions اللي بتحصل عامة في الجسم كله، إن هي مش بس في الـ skin. نكمل مع بعض الفرق بين الـ tuberculoid leprosy والـ lepromatous leprosy اللي هما two types of leprosy depending on the host response. السكين افكشن بقى هي يعني الليبروسي بيبقى معاه حاجتين، سكين افكشن ونيرف افكشن مينلي. السكين افكشن في التوبركلويد بيبقى عباره عن هايبو بيجمنتد ماكيولز زي ما انتم شايفين في الصوره، بقع كبيره والسكين فيها بيبقى الهايبو بيجمنتد، يعني الكالر بتاعه فينت او ضعيف او يعني خفيف عن لون الاذر ارياز حواليه. في حين ان في اللابراميتس ليبروسي بقى السكين افكشن بيبقى عباره عن نوديولز تمام، وماركت تيشو ديستركشن، بتبقى مينلي افكتنج النيزل كارتليج والايرز والبونز. النيزل كارتليج والايرز والبونز بالذات بتاعه الفيس، فبتدينا شكل اللايونين فيشز او بيسموه اللايونين فيس، اللي هو يعني شبه الكونفيجريشن، شبه اللي هو المنظر وش الاسد كده، تمام. يبقى في التوبركلويد السكين ليجنز مينلي هايبوبيجمنتد ماكيولز، اللابراميتس ليبروسي نوديولز تمام، وماركت تيشو ديستركشن. طيب النيرف افكشن في التوبركلويد ليبروسي بيبقى سادن وسيفير واسيمتريكال. اسيمتريكال يعني مش ماشي مع بعضه، اليمين مش زي الشمال، والمره ايد مره رجل، مش كله ماشي مع بعضيه. لكن في اللابراميتس بيبقى سلو وسيمتريكال وديفيوز، ينتشر ويبدأ في حتة ويبدأ ينتشر للحتة اللي جنبها وهكذا. وسيمتريكال يعني على الناحية اليمين زي الشمال، يبدأ في الإيد اليمين والإيد الشمال مع بعض وينتشر شوية لتحت، يبقى يأفكت الرجلين، يعني affecting symmetrical nerves تمام. ده منظر تاني للليجنز اللي بتحصل من البروميتس ليبروسي، ممكن تصل لدستركشن او كومبليت دستركشن للبونز زي ما انتم شايفين، فيبقى كومبليت ديفورميتي للهاندز. طيب اللابوراتوري دايجنوزيس بقى اوف ليبروسي، السامبل بتاعتنا هتكون سكرابينج اوف ذا انفكتد تيشوز، مينلي النيزل ميكوزا والاير لوبز. لقيوا ان دي من اكتر المناطق اللي موجود فيها الاورجانيزم، النيزل ميكوزا والاير لوبز، لان هو لقيوا ان هو بيفضل درجه الحراره المعتدله تمام، فكل ما يبقى في حتت
superficial كده وقريبة من الهواء، فبيبقى الجروث بتاعه أكتر، تمام، فيبقى موجود أكتر في النيزل ميوكوزا والإير لوبس. فبعمل سكرابينج للسكين في المناطق دي، أعملها ستينينج بالزين نيلسون ستين. هنبص نلاقي ان طبعا عدد الباسيلاي كبير جدا في حالة البروميتس لابروسي زي ما قلنا، وبتدينا منظر البارالل باندلز اللي هي شبه يعني بيشبهوها بالباكيتس اوف سيجارز، كأنها علبة السيجارز دي مرصوصين جنب بعض، يعني انهم فيري بارالل لبعض. زي ما انتم شايفين ان هو اسيد فاست باسيلاي، فهي برضو بالزين نيلسون ستين هتدينا المنظر اللي هي البينك باسيلاي ان ا بلو باك جراوند، بينك باسيلاي ان ا بلو باك جراوند، وزي ما قلنا واخده الارينجمنت بتاع البارالل باندلز. في حالة التوبركلويد ليبروسي برضو هنلاقي الباسيلاي، بس طبعا العدد زي ما قلنا هيبقى قليل بقى، يعني ممكن تلاقي واحدة اتنين، العدد هيبقى اقل بكتير من المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. اللابرومين تيست زي ما قلنا ده سكين تيست بنعمله عن طريق انتراديرمال انجكشن of heated exudate of لابروميتس نوديولز or armadillo legions. الأرماديلو ده اللي هو حيوان المدرع، ده نوع من الانيمالز اللي هو الوحيد اللي بنقدر نعمل propagation للمايكوباكتيريوم ليبري فيه، يعني لما نحقن المايكوباكتيريوم ليبري في الأرماديلو تنمو وتبقى موجودة فيه ونقدر ناخدها منه، عشان يعني العلماء بياخدوها منه عشان يدرسوها، يعني ما بتنموش في الراتس ولا المايس ولا الحيوانات التجارب التانية، تمام. فلما بيجيبوا heated exudate من البروميتس نيديولز او من الارماديلو ليجنز، يعني عشان يبقى فيها الانتيجنز بتاعة الاورجانيزم، تمام، واعمل لها انتراديرمال انجكشن في البيشنت اللي قدامي، هنعرف اذا كان لو هو نيجاتيف، لو التست ده المفروض زي اي type 4 hypersensitivity reaction هيحصل within 24 to 48 hours، هيحصل in duration، تمام، ومفروض تبقى يعني large area كده وليها diameter محدد معين اقيسه. لو اداني نيجاتيف رياكشن، ما حصلش اي رياكشن من الكلام ده، ولا حصل اديما ولا اريثيما ولا انديوريشن، يبقى ده قلنا ده مين؟ البروميتس ليبروسي. ليه؟ لان مفيش سيل ميديتد اميونيتي زي ما قلنا، بتبقى فيري ويك، والبرومين تيست ده بيعتمد على السيل ميديتد اميونيتي. لو اداني بوزيتيف رياكشن بقى، يبقى ده تيوبركلويد فورم، لانه بيعتمد على السيل ميديتد اميونيتي، وهنا بتبقى سترونج في حاله التوبركلويد ليبروسي، تمام. Another skin disease is Lyme disease. Lyme disease that caused by Borrelia burgdorferi, which is a spirochete bacteria. نوع من البكتيريا بتبقى spiral in shape. والspirochetes دول spiral bacteria زي ما انتم شايفين في الفيجر اللي قدامنا. It's spiral in shape. بكتيريا حلزونية. بتبقى بتعمل legions characteristic في السكين بنسميها erythema migrans. Erythema migrans عبارة عن red skin rash with pale center. بتبدأ بالسنتر بتاعه بتبقى ريد، وبعدين تبدأ تفيد في النص وتتحرك الاريثيما لبره، عشان كده بيسموها migrans، زي ما تكون الاريثيما او الريدنس ده بيتحرك، تمام. في تشبيه تاني ليها اللي هي البولز اي راش، ان هي شبه البولز اي العين بتاعت التور. اللايم ديزيز ده caused by a tick bite، نوع من التكس بيبقى
carrying البوريليا بيرغدورفري، ولما التك دي بايت الهيومن تتنقل البوريليا للانسان وتعمل له اللاين ديزيز او اللي هي الاريثيما مايجرانس. مشكلتها انها طبعا كان بروجريس تو انفكتيف ارثرايتس اند انسيفالايتس. Another bacterial skin infection is the malignant pustule or cutaneous anthrax. Cutaneous anthrax. The malignant pustule is caused by Bacillus anthracis, which enters the skin through abrasions. لازم يبقى في abrasion عشان تقدر Bacillus anthracis تدخل السكين. بتكون لي pustule. بعد كده بيحصل لها necrosis وتتحول لnecrotic ulcer with characteristic black ischer. بيبقى الالسر دي very characteristic ان هي زي ما انتوا شايفين كده necrotic وليها لون black كده وبتعمل زي قشرة فوقيها لونها black. بيبقى معاها marked edema و may progress to fatal septicemia. Transmission of Bacillus anthracis is through contact with infected animals. Bacillus anthracis or anthrax disease نفسه ده one of the zoonotic diseases. يعني هي mainly infecting the animals وبتتنقل من the animals للhumans. فده بنسميه zoonotic disease. Zoonotic diseases اللي هي diseases transmitted from animals to humans. Anthrax is one of them. Well, cutaneous anthrax or the malignant pustule is one form of the anthrax disease. تمام؟ لما نتكلم بقى على Bacillus anthracis نفسها دي gram positive bacilli. المين فيريلنس فاكتورز بتاعتها لازم نبقى عارفينها لان زي ما انتم شايفين it's يعني fatal disease. أو very severe disease فلازم نبقى عارفين الـ variance factors بتاعة الـ Bacillus anthracis. أول حاجة إن هي ليها كبسول which is antiphagocytic. بتطلع complex protein toxin. بيتكون من three parts. Protective antigen that binds لل specific cell receptors and forms pores في الـ cell walls. وبعدين في جزء تاني اسمه lethal factor ده اللي بيعمل tissue necrosis والإديما factor اللي هو بيعمل الإديما اللي هي associated مع الألسر. تمام؟ يبقى هو complex protein toxin. هو toxin متكون من كذا بروتين مع بعض. تلاتة بالظبط. البروتكتيف انتيجين اللي هو زي البروتين اللي هيمسك في الريسبتور الموجود على السيلز السبيسيفيك سيلز بتاعته وبيعمل لنا بورز عشان allow الاذر فاكتورز انها تدخل وتبدا تدي الايفكت بتاعها. الاذر فاكتورز اللي هم الليثال فاكتور اللي بيعمل تيشو نيكروزس والاديما فاكتور اللي بيعمل تيشو اديما. تمام؟ لما اجي اعمل staining للسامبل بتاعتي طبعا لما هاخد هتبقى swab من النيكروتيك ulcer دي اعملها staining هلاقيها زي ما قلنا gram positive large bacilli in short chains. gram positive large bacilli in short chains وكابسوليتد زي ما قلنا فممكن تبص نلاقي انه الكبسول زي ما قلنا مش بتاخد الجرام stain فبتظهر as unstained hollow around the organism. Unstained hollow around the organism. زي ما انتوا شايفين باسيلاي كبيرة وطويلة جدا اهي. ممكن تبقى single وممكن تبقى اتنين ورا بعض. من ال other stains اللي بستخدمها to confirm diagnosis اللي هي polychrome methylene blue stain. Polychrome methylene blue stain. دي بتديني حاجة اسمها positive McFadden reaction. positive McFadden reaction انه بيظهر عندي الباسيلاي بتظهر blue والكبسول بيظهر لونه purple.
تمام. فزي ما انتم شايفين في الصورة اللي تحت تبقى blue basal line surrounded by a purple capsule. ده confirming the diagnosis بتاعنا. يبقى الستين العادي اللي هي الجرام ستين هنشوف large gram positive basal line in short chains. وممكن نلاقي ال unstained halo around the organism اللي هي الكبسول بتاعته. بس ممكن متبقاش واضحة قوي اللي هي الصورة اللي في النص. البوليكروم ميثيلين بلو ستين دي بتأكد لي الدياجنوزيس بتاعي عن طريق انها بتدي positive McFadden reaction. ايه هو البوزيتيف McFadden reaction؟ اللي هو ان الباسيلاي بتظهر blue surrounded by a purple capsule زي الصورة اللي تحت. تمام؟ آخر حاجة في البكتيريال سكين انفكشنز اللي هي توكسين ميدييتد سكين دامج. توكسين ميدييتد سكين دامج اللي هو قلنا caused by the exotoxin produced by the bacteria. تمام، ممكن تكون البكتيريا موجودة في السكين أو في any other part of the body، والتوكسين بيروح بيأثر على السكين يديني سكين دامج. أشهر الإكزامبلز بتاعتنا اللي هي السكالدد سكين سيندروم اللي لسه اتكلمنا عليه، اللي هو بنسميه سيفير بولس امبتايجو، وده قلنا caused by الاكسفوليتين توكسين of staph aureus. تاني إكزامبل اللي هي توكسيك شوك سيندروم، دي caused by الستاph aureus producing toxic shock syndrome toxin 1. يعني الأنواع من الستاف أوريس اللي بتطلع إكزوتوكسين اسمه توكسيك شوك سيندروم توكسين 1 هي دي اللي تقدر تعمل لنا التوكسيك شوك سيندروم. ودي بتبقى موجودة في الوونز أو في التامبونز of healthy women. التامبونز دي لنوع من الهايجينيك بادز بيستخدموها الوومن أثناء المنستريويشن، فنتيجة وجود الأورجانيزم لو حصل إنفكشن فيها ممكن الستاف أوريس تطلع التوكسيك شوك سيندروم توكسين 1 ده ويدي المانيفستيشنز دي. المانيفستيشن بتاعت التوكسيك شوك سيندروم توكسين بيبقى فيه فيفر، hypotension, diffuse macular and erythematous rash, desquamation في palms with soles. تمام؟ fever, hypotension, diffuse macular and erythematous rash, بيبقى followed by desquamation. اللي هو يعني زي بتأشر كل الماكيولز دي تأشر، وكل الإيدين والبالمز اللي هي الإيدين والسولز بتاعت الفوت كلها تلاقيها مليانة exfoliated skin. آخر إكزامبل عندنا من التوكسين ميدييتد سكين دامج اللي هي السكارلت فيفر، دي caused by strep pyogens producing pyrogenic exotoxins. وده بيعمل diffuse erythematous rash. diffuse erythematous rash في كل الجسم ونتيجة وجود pyrogenic exotoxin of strep pyogens. تمام، دي كده كانت آخر حاجة في bacterial skin infections. احنا في المحاضرة دي اتكلمنا على الـ skin infections in general والsources بتاعتهم، ازاي بتوصل الـ infection او الـ infecting organism يوصل للـ skin ازاي، واتكلمنا بالتفصيل في الـ bacterial skin infections و different types بتاعتها، ممكن تبقى purulent infection، ممكن تبقى impetigo cellulites، ممكن يبقى wound infection، الليبروسي اتكلمنا عليه، اتكلمنا على المالجنان باستيول او الكوتينيوس انثراكس، اتكلمنا كمان على التوكسيك او التوكسين ميدييتد سكين دامج والاكزامبلز المشهوره بتاعته.
لو تحبوا دلوقتي نشوف بعض الأسئلة كده عشان نشوف قد إيه فهمنا في أو إيه قد إيه يعني وصل من المعلومات في دماغنا. أول سؤال معانا: A 36-year-old woman presented with edema and parathesia on the upper limbs 2 years ago. Nodules on the upper limbs with infiltration of eyebrows and ears developed 2 months later. Lepromine test was negative. The stain used to show a Mycobacterium lepre is Zinnelson stain, ولا الجرام stain, ولا الميثيلين blue stain, ولا الليشمان stain. زي ما انتم شايفين دي a case of leprosy. عندي edema وparathesia اللي هي nerve affection affecting the upper limbs في الأول. وبعدين ظهرت النوديولز تمام ودي وانفلتريشن للاي براوز والايرز دي مينلي مع التوبركلويد لا دي مينلي مع الليبروميتس ليبروسي. الليبرومين تيست نيجاتيف وده بيأكد الكلام بتاعنا ان دي الليبروميتس ليبروسي لان سيل ميديتد اميونيتي از فيري ويك فالليبرومين تيست بيبقى نيجاتيف. الستين اللي بستخدم طبعا الاورجانيزم كوزنج الليبرسي اللي هي المايكوبكتيريوم ليبري ودي بتبقى ستيند باي قلنا دي واحده من الاسيد فاست باسيلاي سو اتس ستيند باي زين نيلسون ستين. السؤال الثاني: A 23-year-old menstruating woman presented at hospital with fever, rash, desquamation, and hypotension, and multi-system involvement. Nasal swab was positive for Staph aureus, and the diagnosis was Staphylococcal toxic shock syndrome. Confirmation is by detecting the gene encoding for الانتيروتوكسينز ولا التوكسيك شوك سيندروم توكسين 1 ولا البايروجينيك اكزوتوكسينز ولا الاكسفوليتين توكسين. دي a case of staphylococcal toxic shock syndrome زي ما قلنا. لما خدوا نيزل سواب من ال affected woman او من ال patient يعني لقيوها positive for staph aureus. احنا قلنا ان مش اي staph aureus بتعمل التوكسيك شوك سيندروم، لازم تكون staph aureus producing التوكسيك شوك سيندروم توكسين 1. فيبقى انا عشان اتاكد لازم ادور على الجين encoding التوكسيك شوك سيندروم توكسين 1 عشان اعمل confirmation للدايجنوزيس بتاعي. يبقى التوكسين المسؤول عن التوكسيك شوك سيندروم هو التوكسيك شوك سيندروم توكسين 1. السؤال الأخير معنا: A 25-year-old man comes to the emergency department because of a rapidly spreading cellulitis on his right hand. Film from exudate showed gram-positive cocci in chains. Confirmatory test for this organism will be coagulase test, ولا oxidase test, ولا urease test, ولا catalase test. زي ما انتوا شايفين it's a case of cellulitis واحنا قلنا the most common cause of cellulitis is streptococcus pyogenes وهو اكد لنا الكلام ده لما قال ان الفيلم طلع gram positive cocci in chains. يبقى ال confirmatory test for strept pyogenes هو الكاتاليز test. الكاتاليز test is negative for strept pyogenes تمام. آخر سؤال: Which of the following is a virulence factor of this organism? قلنا إيه أهم virulence factor للstrept pyogenes؟ هل هو البروتين A ولا الليبيد A ولا الM protein ولا الكواجوليز إنزيم؟ طبعا الstrept pyogenes هي الimportant virulence factor بتاعها هو الM protein.
أتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضرة، وإن شاء الله هنكمل باقي السكين انفكشنز اللي هي الجزء الخاص بالفانجل اند فايرال انفكشنز في المحاضرة اللي بعد كده. شكرا لكم.